أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. سعدنا كثيرا بالرسالات والهواتف على مستوى التواصل الاجتماعي تشجيعا وتثمينا لحصتنا. تونس في قادم الأيام تعتبر حظيرة استثمار اقتصادي رهيب، فالندوة الدولية للاستثمار المرتقبة يومي 29 و30 نوفمبر القادم، المناظرة الوطنية للاختراع 2016 في دورته الأولى والتي تشرف عليها وكالة الصناعة والتجديد لابي، علاوة على ذلك فالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تسير بنسق حثيث لمزيد الاستكشافات وحفر آبار النفط والغاز. نحن مستبشرون بقادم الأيام والأعوام، وتونس حظيرة استثمار رهيب. إلى الفلاحة وبقية الفقرات. يمثل قطيع الإبل في منطقة سيد الهاني من ولاية سوسة قطاعا مهما في منظومة تربية الماشية، وهو يوفر مداخيل سنوية محترمة للمربين، ويزود سوق اللحوم الحمراء بنسبة مئوية لافتة رغم عديد الصعوبات. قطاع تربية الإبل في ولاية سوسة هو قطاع معناه قديم متجدد. احنا قصدنا انه معناه حسب العادات متاع ولاية سوسة ومنها المناطق الداخلية المعتمدة الداخلية من سيد الهاني ومساكن وكندار، معناه هذه مناطق اللي فيها إمكانية باش تتماشى مع تربية الإبل. الحقيقة معناها نشوف أنه المناخ يتماشى، الظروف الطبيعية تتماشى مع تطوير هذا القطاع هذا، وزيد معناها العادات والتقاليد متاع المواطنين اللي يقيموا في المناطق هذه الريفية، هو معناها من قديم الزمان من جدود متاعهم أنهم كانوا يتعطوا في تربية الإبل، ولكن احنا نحاولوا معناها نمشوا في إطار عصري صيغة جديدة، نحاولوا كيفاش نوفروا المقومات متاع التربية تربية الماشية الصحيحة، نوفروا الموارد العلفية، نعاونوهم على العناية الصحية بالقطيع متاعهم، كذلك من حيث الترويج نحاولوا كيفاش معناها بالتعاون مع المندوبية والهياكل المهنية معناها نحاولوا نأطروهم ونوفروا لهم عوامل صحيحة لأنجاح المشاريع متاعهم. وهذا بالطبع معناها كي نقارنوا ما بين تربية الإبل وتربية البقر الحلوب ولا تربية الأغنام، نلقاو أنه القطاع هذا قطاع واعد، قطاع أنه ما يطلبش كلفة كبيرة ياسر وما يطلبش معناها إمكانيات كبيرة ياسر، إذن معناها نحاولوا كيفاش نطوروه باش معناها ننهضوا به القطاع هذا. يا خليت عملت كعبتين المرة الأولى عجبوني، زدت منهم زوز، بعد زدت زوز الحصيل، وأنا طبعا عندي تقريبا 35 ناجحين وبهين، ومساعدتني في السكنة هنا من خطر منها السعي، يعني بحكم اني ساكن هنا من الغلم، والبل معناتها نجروا لهم في الظلف ونعلفوا فيهم، وقاعدين يكسبوا الاغلبيه نتاعهم كذا ناقه معلوفه معناتها ومقدوده، يعني طيب طول كل عام ولا باس، يعني مصورين اني نخدم فيهم اني ولادي وزوز يخدموا معي، والحمد لله معناتها مصورين ولا باس. قول قايل انت الانتاج نتاعك فين تبيع فيه؟ محلي في ولايه سوسه، ما نخرجش من ولايه سوسه للزازار. فما قبال عليه؟ اي ثم قبال، اي ثم قبال. اجوا لهني شو زازارة من هني فهمت، بالاخص في السنين التالية كان عام ناول السنين خاطر من الزمة وما كيعرف ونزيد معناتها، اما محلي استهلاك محلي في ولاية سوسة ما خرجش. فما نية انه المشروع يكبر اكثر ويتطور اكثر؟ ماذا بينا احنا يكبر وعنا طموحات اكثر باش يكبر اكثر من هكا باش يكبر، ولكن كما قال لك صاحبي لطفي ما قصر السيد المندوب وعطى كلمة كالايام باش يعطيونا العلف، ما خديناش علف لتو، اتفرج معنا عنا بل البعض ضعيفه، مجلته ضعيفه وشمه تو، فما كان عارف الحماضه. الحماضه ملح. شنو اللي احنا نطلبوا معناها باش تعاوننا شويه الدوله فيش؟ معناها فالحواض هذه نتاع الميه نتاع العيون للزوايل الكل، وتعطيني معناها نورمالمون جات الموافقه تو، كان حدث فيها السيد المندوب قال لي اعطينا الموافقه باش يعطيكم العلف هذايا كيما ساي الكل، ويوقفونا بشويه دوايات خاطر ثم دواء كيما عم ناول. عم ناول جانا فيروس في النياقه هذيا. هو فما حتى البيطري سيد هيكل سنه هو موجود بحذنا وهز عمل التحليل في تونس ودوالنا لقشه، ولقشه قات من غير دواء، يعني عندنا البعض اللي مات عام ناول ما يتباعش الدواء هذا، كلمنا الطب اللي عطاونا دي زور دونونس مشينا مش ناخذه، قالوا هذا ما تاخذه كان الفلاحه معناها الدواء هذا، لا محال السنين هنا زاد جاوا ما قصرتش معناها تربيه الماشيه والفلاحه، جاوا هزوا عينه من الدواء من التحاليل نتاعها باش يحلولها، وانا نترقبوا ظهر لي ما فهمناش الفيروس هذا اللي جاء عم ناول برك.
سجل إنتاج البترول في تونس إلى حدود الأيام القليلة الماضية تراجعاً ب 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبخصوص الاستكشافات الجديدة ومشروع غاز الجنوب ومستقبل الطاقة البترولية والغازية في تونس، يحدثنا السيد ياسين المستيري عن واقع وأفاق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. احنا في الليتاب عنا استراتيجية متاعنا كاملة لتعزيز الاكتشاف، خاصة الاكتشاف والاكتشاف اللي هبط شوية للعوام هذية في الظروف اللي عنا. احنا اول حاجة متواجدين في الملتقات العالمية اللي بنعرفه بالمنتوج متاعنا القانوني والمنتوج متاعنا الموجود في تونس، ش عنا مكامن وش عنا امكانيات متاع استثمار في تونس، ونزيدوا نعزوا اللي نقولوا راهو فما امان راهو. والحقيقه ورينا اللي فما عنا اشغال متاع اولا متاع زلزال هذايا، ش نقولوا احنا البحث على البترول عن طريقه الثلاثي ابعاد متاع زلزال ثلاثي ابعاد، يعني نبعثوا هذه امكانيه تخولنا باش نشوفوا بطن الارض ايش فيه. والإمكانية هذه لحد الآن قاعدين نشتغلوا، ولحد الآن قاعدين نشجعوا زاد كيف في باش نوصلوا نحفوا أبار. عملناه وحفرنا 6 أبار، السنة عندنا برنامج نتاع 3 أبار، هذا اللي باش يخولنا خطوة خطوة نرجعوا للنسق نتاعنا اللي كنا فيه قبل. والقائل وأنا نتفاعل معاك لهنا سي ياسين، شنو استراتيجية المؤسسة فيما يتعلق بتجاهل الاستثمارات الدولية في النفط والغاز؟ اولا نشجعوا اكثر الشركاء نتاعنا العالمين باش يجيو لتونس باش يستثمروا. عندنا ساعه مجله المحروقات نتاعنا اللي هي مجله رائعه كي تجي تشوفها، اللي هي احنا توا نحاولوا باش نزيدوا نحينوها باش الدوله قاعده تحين فيها، الوزاره فريق كامل الوزاره حطت باش تحين المجله هذه باش نوصلوا نزيدوا نثمروا اش عندنا موجوده هنا في تونس. هذه من الامور القانونيه، من الامور الفنيه اش قاعدين نعملوا في كل الدراسات الجهويه ولا الدراسات الموضوعيه، موضوع ناخذ موضوع متمكمن معين في بقعة مقاعد وندقوا فيه اكثر باش يجي المستثمر يبدا عنده دراسه حاضره اللي يزيد يبني عليها. في هذا الإطار يحملنا الكلام والقول، ما مدى تعاملكم مع تطوير البنية التحتية وتوفير الظروف والوسائل الحقيقية لتوسيع النشاط الدولي لمؤسستكم؟ البنية التحتية هي حاجة أهمية مهمة برشا، من المشاريع الكبيرة الناس كل تعرف ربما اللي توا عندنا مشروع نوارة اللي هو بنية تحتية، مشروع بنية تحتية أساسا قبل كل شيء، خاطر مشروع نوارة هو مشروع ما بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشريكنا النمساوي هي أومون في، اللي هو خاصة أنبوب كبير، هو اللي حشنا به أنبوب كبير يجي من آخر الصحراء يوصل حتى الجابس. وفي مع الانبوب هذايا فما وحده معالجه اوليه للغاز اللي موجوده في باش تكون حيث توا البناء موجوده في بقعه اللي سميناها نواره، هذه في الحقل الموجود وحده ثانيه باش تكون في جابس، وحده ثالثه في تطاوين. يعني هذايا من باب عنده المشروع هذايا اولا مشروع باش يخول نوصلوا نعملوا انتاج حتى 2.6 مليون متر مكعب في اليوم من الغاز، لكن السعه نتاع الانبوب يوصل 10 مليون متر مكعب في الغاز. هذا يوريك اللي النظره الاستشرافيه اللي شفناها باش نجموا نعطيوا الفرصه ونعطيوا الامكانيه للمؤسسه اولا وللدوله التونسيه وللشركاء نتاعنا باش يكون فما بنيه تحتيه كبيره نجموا نهزوا الغاز للمكان التسويق، والغاز هذا اللي نجموا نخرجوا منه البترول نوع من المكثفات ونخرجوا منه اللي احنا دبابة الغاز هذيك احنا نسميوه الغاز المسال هذاك. وفي الخطه هذه زاد كيف مشينا للتطاوين اللي حاجه اساسيه. بالنسبه للتطاوين عملنا المشروع هذا اللي هو مشروع اساسا للتطوير الجهه،
هو باش يكون مشروع رائد اللي باش يجلب هو قاطرة للتطوير الجهة. وإن شاء الله هو الحقيقة نخذ تأخير ظريف المشروع هذا، أما باش نخلطوا عن البرنامج نتاعنا باش نخلطوا في الوقت اللازم باش يكونوا المشاريع الاثنين حيث الإنتاج إن شاء الله 2018 أو آخر 2017 أو 2018. نفهم من كلامك أنه المؤشرات طيبة وإيجابية إن شاء الله؟ إن شاء الله بالنسبة للغاز وبالنسبة للبنية التحتية الإشارات طيبة إن شاء الله. يعتبر مركز البحوث والتطوير البترولي بالشرقية مؤسسة مهمة في المنظومة الاقتصادية عموماً والمنظومة الطاقية، وهي ذات صيت عالمي ومشهود لإطاراتها بالكفاءة الدولية. نزيد التفاصيل مع السيدة أمال بوكادي كاهية مدير الخدمات البترولية. احنا توا متواجدين في دونك سي ار دي بي، مركز البحوث والتطوير البترولي اللي فيه زوز إدارات، إدارة الزيتود معناها الدراسات وإدارة الخدمات البترولية. هو الأوريجين السنتر هذا تعمل سبيسيالمون لإدارة الخدمات البترولية اللي هي فيها زوز فروع، فما إدارة الإدارة الفرعية للمخابر وفما الإدارة الفرعية لقاعدة البيانات البترولية. دونك عندنا لي لابوراتوار اي لا باز دو دوني بترولييغ. إذا نحكيو على المخابر، المخابر هي مش جديدة. المخابر هوني السنتر هذا بدينا فيه عام 2003، مي المخابر في الليتاب عندهم تاريخ من بداو من عام 1976. لو بروميي لابوراتوار ا ايتي كريي ان 1976. المخابر هي تمثل سي ان بيليي ركيزة بالنسبة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، و سي اون بلاك تورنونت للادارات التقنيه نتاع المؤسسه نتاعنا. الادارات التقنيه اللي هي اداره الاستكشاف ليكسبلوراسيون، اداره التطوير، التطوير سي لو ديفلوبمون، اي اداره الانتاج اللي هي لا برودكسيون. دونك لي ترافو لي زيتود لي بروجي اللي قاعدين يتعاملوا في الادارات التقنيه نتاع ليتاب كلهم يلفون ابيل. Toutes ces études font appel للمخابر، للتكنيسيتي نتاع المخابر. مختلف الأنشطة تتفاعل معاك، تعود بالنظر لهذا المركز تتفاعل معاه. فوالا، تتفاعل مع هذا المركز كسوا المخابر، ولا إذا من بعد باش نحكيو على الإدارة الفرعية لقاعدة البيانات البترولية. نقدموا خدمات اسونسيلمون بور لي ديريكسيون تكنيك دو ليتاب، مي زيدا نخدموا للشركات الموجوده في تونس الكل ابار ايتاب، نخدموا للي فيليال دو ليتاب، نقدموا خدمات للي زوبيراتور دو ليتاب، لي سوسيتي اترانجير اللي موجودين هنا فوالا، اللي هما معناها ديجا بالبروكسيميتي احنا موجودين هنا وعندنا التقنيه وعندنا الكفاءات، عندنا دي تكنيسيان دي كادر دي تكنيسيان اللي هما عندهم ليكسبيريونس والكاليفيكاسيون نيسيسير باش نقدموا الحرفيه والخبره فوالا باش نقدموا الخدمات هذوما. دونك يجيو لو فات اللي متواجدين هنا في تونس يجيو يستقربونا ويجيو معناها باش نقدموا لهم الخدمات. هذه ثقه معناها في الاطارات التونسيه، هذه ثقه في الاطارات، ثقه في اللي نقدموا فيه. ونزيدك حاجه اخرى، اللي عندنا بروجي كبير بديناه وقدمنا فيه ان شاء الله في 2017 معناها نلقاو النتائج نتاعو، اللي هو لاكريديتاسيون دي لابوراتوار دو ليتاب، هي معناها نعملوا تأهيل المخابر للمواصفات العالمية selon la norme ISO 17025. دونك الاكريديتاسيون دي لابوراتوار هي باش تزيد تقدم اكثر باللي لابوراتوار. شنو معناها؟ معناها اللي نعملوه هوني في المخابر نتاعنا هو نفسه معناها لي زاناليز التحاليل والنتائج اللي نلقاوهم كان تهز لي زيشانتيون هذوكم وتخدم بيهم في الخارج
Si vous êtes accrédité, on trouvera les mêmes résultats. عندنا نفس النتائج. Et c'est ça معناها بالنسبة لينا معناها حاجة très très importante. قدمنا فيه c'est un grand projet قدمنا فيه ان شاء الله معناها يبدا يخرج في لي ريزولتات نتاعو d'ici ان شاء الله 2017. حاجة أخرى نعملوا معناها à part le fait اللي نعملوا خدمات عندنا حاجة très importante aussi بالنسبة اللي هي la coopération entre l'étape التعاون بين المؤسسه بين l'étape et l'université ولا الفضاء الجامعي والفضاء الجامعي المؤسسات الجامعيه سي اون بو دير كيفاش تكون التعاون هذا هو معناها سي اسانسيلمون في تكوين و انكادرمون تاثير الطلبه Ligiona, on reçoit beaucoup d'étudiants, manière tout le long de l'année. D'ailleurs, les étudiants arrivent Ligiona, que ce soit n'importe où, un stage simple, un stage hard, facile, hâte nous le manière le stage dans le cadre d'achats, que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les facultés ou les licences, donc diplôme d'ingénieurat, diplôme de licence, ou on encadre aussi des masters, on encadre des thèses aussi. شنو المجالات مدام واحنا جبنا الكيمياء وجيولوجيا هذوما لي دو سبيسياليتي اللي نخدموا فيهم سي اسانسيلمون سا جيولوجي ان برومي ليو مي لا شيمي تاو الكيمياء ولات ماخذه زاده معناها اون بلاس اسي بريبوندرانت في الدومين هذا سي اسانسيلمون سا جيولوجي اي شيمي وبالطبيعه لا جيولوجي افيك سي ديفيرونت سبيسياليتي اي لا شيمي اوسي الاختراع في خدمة المؤسسة هو شعار المناظرة الوطنية للاختراع في دورتها الأولى والذي تنظمه وكالة النهوض بالصناعة والتجديد مع عديد الأطراف ذات العلاقة ويمكن اعتبار هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تأسيس تقاليد اختراع وتنميتها ومساندتها في تونس السيدة رجاء الشمك المكلفة بالإعلام بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد توضح لنا ذلك نظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالاشتراك مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجمعية التونسية للمخترعين الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للاختراع تحت شعار الاختراع في خدمة المؤسسة طيب من هم المعنيون بالمشاركة؟ الهدف من تنظيم هذه المناظرة هو قبل ما نقول شكون اللي يهمهم المشاركة في هذه المناظرة الهدف من تنظيم هذه المناظرة الوطنية اللي هي التجربة الأولى في الحقيقة لوكالة النهوض بالصناعة هو فما تباعد بين محيط البحث العلمي والمحيط الاقتصادي من خلال هذه المناظرة نسعى إلى تمكين إرشاء ثقافة الحوار وتبادل الآراء بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية العلاقات هذه باش تولي أوثق وبالطبيعة باش تمكن من إرساء مناخ مناسب لإنشاء مشاريع تشاركية اللي باش تساهم بالطبيعة في الابتكار والتجديد الصنفين اللي همهم المشاركة في هذه المناظرة فما صنف أول اللي هو مخترع بصفة فردية ينجم يكون شخص عادي عنده اختراع وإلا يكون باحث بصفة فردية بالنسبة للصنف الثاني الصنف الثاني تكون مؤسسة اقتصادية بطبيعة تشمل جميع الأنشطة مؤسسة أو مؤسسة جامعية مراكز التكوين المهني والفني مخابر البحث العلمي وهذا يشمل القطاعين العام والخاص بطبيعة الكيفية المشاركة في هذه المناظرة نقول ونعلم السادة المشاهدين أنه تم فتح باب التسجيل يوم 26 جويلية وسيتواصل إلى غاية يوم 26 سبتمبر التسجيل يكون على موقع رابط الموقع المناظرة اللي هو www.tunisieindustrie.net.in/concours-invention التسجيل يقوم المشارك بالتسجيل على الرابط هذايا يحمل الملف نتاعه ويقوم بتحميل الملف وكذلك إيداع الملف بالإدارة الجهوية للوكالة التابعة للولاية نتاعه يقول قايل لابي كيفاش باش تتعامل مع الفايزين فما رعاية فما إحاطة فما سويفي فيما بعد
بالطبيعة هو قبل ما نوصلوا للإحاطة وللتتويج فما هو فرز عملية فرز باش تقوم للملفات هذوما باش في الأخر يكونوا فما فايزين للمناظرة. الانتقاء أولي باش يكون إداري من طرف لجان انتقاء يكونوا متكونين من المديرين الجهويين، هذا يكون يومي 28 و29 سبتمبر. فما مرحلة ثانية هو انتقاء ثاني من طرف لجنة تحكيم وطنية تقوم بانتقاء 10 مترشحين من عن كل صنف، يعني في الانتقاء الثاني باش يكونوا عندنا 20 مترشح اللي باش يكونوا حاضرين في فضاء العرض خلال تظاهرة الأيام الوطنية لنقل التكنولوجيا اللي باش تنظمها إن شاء الله يومي 9 و10 نوفمبر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، واللي باش يترشحوا للمشاركة في المرحلة النهائية للمناظرة. بالنسبة للانتقاء النهائي اللي باش يكون من يوم 17 أكتوبر إلى غاية يوم 4 نوفمبر، في الانتقاء النهائي فما انتقاء لثلاثة فايزين عن كل صنف من طرف كذلك لجنة التحكيم الوطنية اللي باش تتنقل إلى الجهات المعنية وباش تقوم بتقييم المشاريع هذه الاختراعات المتنافسة. الإعلان عن النتائج باش يكون يوم 9 نوفمبر خلال حفل افتتاح تظاهرة الأيام الوطنية لنقل التكنولوجيا، وبالطبيعة باش يكون فما توزيع لجوائز مالية. الجائزة الأولى باش تكون بمبلغ 10,000 دينار، الجائزة الثانية بمبلغ 7,000 دينار، والجائزة الثالثة مبلغ 5,000 دينار. بالطبيعة الفايزين هذوما إلى جانب الجوائز المالية باش يستفيدوا بالمرافقة حسب متطلبات الاختراع نتاعهم والإحاطة. هناك إمكانية في المشاركة في ورشات تكويدية مجانا اللي باش ينظمها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية خلال سنة 2017 وسنة 2018، إمكانية المشاركة كذلك في المناظرات الاختراع اللي باش تقوم بها مؤسسات أجنبية لها اتفاقيات تعاون مع المعهد، فما تغطية لمصاريف تسجيل براءات الاختراع على المستوى الوطني، وبالطبيعة الفائز الأول من كل صنف باش يتمتع بالمشاركة وبالحضور في صالون أو مؤتمر في بلد أجنبي في مجال الاختراع أو التجديد، ويتم طرحه واقتراحه من طرف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. بالنسبة للفايزين هذوما ستة أوائل، ماهوش باش تشمل الاستفادة هذه كان ستة أوائل بركة، حتى العشرين مترشح اللي كيما ذكرت قبيلة قلت باش يكونوا متواجدين في فضاء العرض. فضاء العرض هذايا باش يمكنهم من التعريف بمشاريع اختراعاتهم والمشاريع نتاعهم، الترويج ليه، ربط علاقات شراكه مع المؤسسات الاقتصاديه اللي باش تكون حاضره في التظاهره ايام نقل التكنولوجيا، كذلك الاستفاده من نجاحات مؤسسات اجنبيه خاصه التجربه الكوريه الجنوبيه. يجب الذكر انه الجانب الكوري الجنوبي في نطاق التعاون التونسي الكوري باش يكون حاضر خلال الايام الوطنيه لنقل التكنولوجيا، بالطبيعه باش تكون لهم فرصه انهم باش يتعرفوا على منظومه نقل التكنولوجيا، مختلف هيكل دعم التجديد والاختراع، باش تكون الفرصه مفتوحه ليهم، وان شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق لكافه المشتركين في هذه المناظره.